تقدم المنتخب الوطني للملاكمة المشارك حاليا في بطولة العالم المقامة بروسيا تقدم باعتراض على الحكم الإيطالي الذي أدار لقاء المنتخب مع أو لاعب المنتخب عدي الكسبة مع بطل مولدوفيا، وجاء الاعتراض المقدم شديد اللهجة جراء الظلم الذي تعرض له الكسبة وجعله يخسر اللقاء بالإنذارات الثلاث التي منحها الحكم للاعبي منتخبنا. وأشار الاعتراض إلى أن الإنذارات الثلاثة كانت ظالمة ولم تكن صحيحة، وأن الحكم لم يتخذ قرارا صحيحا بأي من الإنذارات، وهو ما جعل عدي الكسبة يخسر اللقاء بعدما كان متقدما على بطل مولدوفيا. وعما جرى خلال اللقاء، قال لاعب المنتخب عدي الكسبة خلال حديثه للمملكة إن الظلم التحكيمي كان وراء السبب لخسارته والخروج من البطولة، مضيفا أن الحكم الإيطالي تعمد منحه الإنذارات كي لا يفوز في اللقاء بعدما كان قريبا من تحقيق الفوز. وأشار الكسبة إلى أن الاعتراض الذي تقدم به المنتخب مرفقا بالدلائل بلقطات لقرارات الحكم الخاطئة، وهي القرارات التي وصفها الكسبة بأنها أضاعت جهد سنوات للاعب من أجل تحقيق إنجاز في بطولة العالم. للحديث أكثر عما جرى بمواجهة عبادة الكسبة ينضم إلينا عبر الهاتف مدرب المنتخبات الوطنية للملاكمة أيمن النادي. مساء الخير كابتن أيمن، مؤكد أنك تابعت نزال عبادة الكسبة واللاعب المولدوفي، ماذا يمكن القول عن اللقاء وأين أخطأ الحكم؟ مساء الورد حبيبي. بالتأكيد طبعا تابعنا اللقاء، احنا والكل كان منزعج ومصدوم من النتيجة. فالحكم المباراة الإيطالي تسرع جدا يعني في عملية إعطاء الإنذارات في جولة واحدة، يعني هذه سابقة ما تصير، يعني أنك تعطي نفس الإنذار بشكل مباشر بدون تنبيهات في جولة واحدة وتنهي اللقاء بشطب النتيجة. هل تعتبر هذه التصرفات من الحكم ظلما أم تسرعا؟ بماذا تصفها بالضبط لكي نتحرى الدقة؟ هي بالتأكيد ظلم، لأنه كثير من الملاكمين بيلعبوا بنفس طريقة عبادة الكسبة، وحتى في نظام الاحتراف بيلعبوا أبعد، يعني أبعد من ذلك. ولكن يعني تسرع الحكم ويعني خلينا نحكي ممارسة الظلم في هذه المباراة بأنه لم يمنح عبادة أي فرصة حتى في التنبيهات، يعني أقصت عبادة في مرحلة مبكرة جدا من هذه البطولة. ماذا يتوقع أن يصدر من الاتحاد الدولي جراء الاعتراض أو جراء الاعتراض الذي تقدم به اللاعب والمنتخب الوطني؟ يعني هو عادة المفترض دائما لجنة تقييم الحكام بالاتحاد الدولي عم بتتابع كل مباراة في بمباراة بوقتها، وعم بتوضع بتحط حلول وبتحط خلينا نحكي عقوبات مباشرة. في هذه الحالة يعني كثير تعرضنا في السابق، في يعني حتى حسين الشيش تعرض في أوزبكستان إلى نفس المشكلة وتعرض إلى إنذارات وطلع، وبرضه أكثر من لاعب من عندنا يعني عم بتواجهنا هاي الشغلات عادة في البطولات. فعادة هم بيتخذوا قرار بالحكم بإقصائه من التحكيم على الحلقة، وقد تصل إلى حتى إبعاده من صالة اللاعب كليا، يعني إذا كان القرار رأت أنه مجحف جدا أو أنه قرار خاطئ ولا يتماشى مع القوانين الدولية بخصوص من التحكيم، وبصير عندك انقاص في نقاطه وفي خلينا نحكي في تفوق الحكم لاحقا لما يعطوا تقييم. لكن لا تشطب نتائج النزال او تلغى؟ يعني نتائج النزال بالغالب يعني لا تشطب، يعني بالقوانين الجديده صار هناك النظر في بعض الاعتراضات وتغيير النتيجه، ولكن في حالات الفوز بالنقاط او في بشكل اخر في مثل هذه الحالة يعني ينظر بجزء في كل 100 حالة بحالة واحدة، فتصبح الموضوع يعني معقد نوعا ما. نعم. ويعني ما بتقدر ترك يعني ما بتقدر تراهن عليه. طيب كابتن أيمن، دور المدرب خلال اللقاء، بما أنه الحكم يعني واجهتكم في السابق أنه الحكام بعض الأحيان لهذه الطريقة يقوموا بتوجيه إنذارات، ألم يكن باستطاعة المدرب أن يغير الخطة ينبه اللاعب؟ يعني هو المفروض أن الحكم المدرب يتوجه للاعب مباشرة بعدم تكرار هذا الخطأ، حتى لأن الحكم عم بركز على هذه النقطة. ولكن أعتقد حتى في نفس الجولة الحكم لم يعطي فرصة لأحد أنه حتى يتواصل مع اللاعب، يعني قد المدرب عن بعد يحاول أن يوجه، ولكن سرعة اتخاذ الحكم القرار ما فتحت مجال أمام حتى المدربين أعتقد أنه يتواصلوا مع اللاعب ويشرحوا له كيف يغير وكيف مثلا يعني ما يرتكب الخطأ هذا مرة أخرى.
أيمن النادي مدرب المنتخبات الوطنية للملاكمة، شكرا جزيلا لك.